اهلا بكم اعزائي المتابعين، معكم الدكتور تامر. النهارده هنتكلم عن اللقاحات بتاعه كورونا كوفيد 19 اللي موجوده حاليا واللي بدا استخدامها بالفعل، وهنعرف الفرق بين اشهر لقاحين موجودين دلوقتي، اللقاح الامريكي من انتاج شركه فايزر واللقاح الصيني من انتاج شركه ساينوفارم. وما تنساش اعملي لايك للفيديو. في البداية لازم تعرف ان عشان لقاح يظهر للنور ويتم اعتماده بشكل رسمي، الموضوع ده كان بياخد حوالي من 10 لـ 15 سنة. لكن طبعا عشان موضوع كورونا، الجائحة اللي احنا فيها دي، واعداد الاصابات الكتيرة والوفيات الكتيرة جدا دي، تم السماح باستخدام اللقاحات دي للاستخدام الطارئ بدون اكمال الدراسات الكافية على اللقاح. اشهر نوعين دلوقتي من اللقاحات تم الاعلان عنهم هو اللقاح الامريكي بتاع شركة فايزر واللقاح الصيني بتاع شركة ساينوفارم، وفي غيرهم كتير الدول بتعملهم دلوقتي وبتجري عليهم التجارب، لكن دول اشهر اتنين ظهروا وبدأ استخدامهم بالفعل. وتعالوا نعرف ايه الفرق بينهم. اللقاح الامريكي بتاع شركة فايزر ده بيستخدم تقنية جديدة اسمها mRNA messenger RNA، عبارة ان هم بياخدوا الشفرة الجينية بتاعة الفيروس دي وبيغلفوها بليبت كبسول ويحقنوها في جسم الإنسان. الـ mRNA ده بيدخل خلايا جسم الإنسان وبيخليها تصنع بروتينات وبتصنع الأشكال الخارجية اللي موجودة على السطح بتاع فيروس كورونا اللي كلنا نعرفها. فهي بتصنع الأشكال الخارجية اللي على السطح بس، مش بتصنع الفيروس نفسه طبعا، عشان كده هو مش ضار مش معدي. لكن جهاز المناعة بتاع الإنسان لما بيشوف الأجزاء دي بيفتكر إن في فيروس كورونا دخل للجسم وبيبدأ يهاجمه ويكون أجسام مناعية ضده، وبالتالي الشخص لو اتعرض لفيروس كورونا حقيقي بعد كده بتكون الأجسام المناعية جاهزة بالفعل للدفاع عن الجسم ولقتل الفيروس إن شاء الله. الطريقة الجديدة دي تكنولوجيا جديدة ليها مميزات وليها عيوب. من مميزاتها سرعة إنتاج اللقاح، يعني ننتج كميات كبيرة من اللقاحات في وقت قصير وده مطلوب دلوقتي. لكن من عيوبها إنه عشان يتخزن لازم يتخزن في درجة 70 درجة مئوية تحت الصفر، فده بيكون عائق عند دول كتير إن هي تقدر تخزن في الدرجة دي، وده هيعوق استخدامه بشكل كبير، وكمان سعره أعتقد إنه هيكون أغلى شوية. الشخص بياخد جرعتين بفاصل 21 يوم بين الجرعة الأولى والتانية، ومتوقع ان الشخص يبقى عنده مناعة بعد اسبوع من الجرعة التانية. ولحد دلوقتي هو مصرح بيه للكبار فقط اكتر من 16 سنة، ومش مدروس بشكل كافي على الست الحامل والست المرضعة. الكفاءة بتاعته او المناعة بتاعته حوالي من 90 لـ 95%، لكن مش معروف مدة المناعة دي قد ايه، لسه محدش يعرف تحديدا. واللقاح ده بدأ إعطاؤه بالفعل بشكل جماعي في دول زي بريطانيا مثلا، وزيه زي أي لقاح ليه أعراض جانبية، ممكن يعمل ألم مكان الحقنة، هي بتتاخد في عضلة الكتف طبعا، ممكن يعمل آلام عامة في الجسم، ممكن يعمل ارتفاع في درجة الحرارة، ممكن يعمل حالة إعياء، ممكن يعمل شوية صداع، ممكن يعمل تورم في العقد الليمفاوية، وفي بعض الحالات النادرة ممكن يعمل تحسس شديد. وده كده كان باختصار مواصفات لقاح شركة فايزر الأمريكية. وفي شركة تانية اسمها موديرنا بتعمل لقاح زي بتاع فايزر بنفس التقنية مع شوية اختلافات بينهم. أما اللقاح الصيني من إنتاج شركة ساينوفار، فده لقاح بيعتمد على الطريقة القديمة في إنتاج اللقاحات زي لقاح الإنفلونزا مثلا، وهي عبارة عن إنهم بيحقنوا الجسم بأجزاء من الفيروس أو فيروس تم قتله في المعمل، وبكده الجسم يتعرف على الفيروس ويهاجمه ويكون أجسام مناعية ضده، وبالتالي بعد كده لو اتعرض لفيروس حقيقي يقدر يدافع عن الجسم ويقتل الفيروس. والطريقة دي تقليدية لكنها ناجحة ومعروفة من سنوات كتير جدا. من مميزات اللقاح الصيني انه بيتحفظ في التلاجات العادية من درجة 2 لـ 4 مئوية، وده هيسمح بانتشاره اكتر ودول تقدر تستخدمه بشكل اكتر، واعتقد ان سعره هيكون ارخص. برضو اللقاح عبارة عن جرعتين بيفصلهم 21 يوم، بيتاخد في عضلة الدلتويد بتاعة الكتف، برضو للكبار اكتر من 16 سنة، وبرضو مش مدروس قوي عن الحوامل والمرضعات، والكفاءة بتاعته بتوصل 86% واحيانا اكتر من كده. وتم اختباره في العديد من الدول زي بيرو، الارجنتين، المغرب، الامارات، مصر، البحرين، وبالفعل بعض الدول بدأت استيراده عشان تديه للمواطنين بتوعها زي مصر مثلا.
والآثار الجانبية بتاعته زيها زي أي لقاح زي اللي قلنا عليهم من شوية. ودول كانوا أشهر لقاحين لحد دلوقتي ظهروا، لكن دول كتير جدا بتدرس وبتعمل لقاحات حاليا، وأتوقع أنه في المستقبل القريب إن شاء الله هيظهر أنواع كتير جدا للقاح ضد فيروس كورونا، نظرا لخطورة الفيروس طبعا وسرعة انتشاره. ولو بتسألني عن رأيي الشخصي، هل اللقاحات دي آمنة ولا مش آمنة، ناخدها ولا لأ، فأنا رأيي الشخصي إن اللقاحات لو متوفرة قدامك تاخدها فعلا. أنا رأيي إن اللقاحات حاجة مهمة جدا، زي ما احنا شايفين الجائحة خطر جدا والأعداد في ازدياد مستمر، وأنا ما توقعش أضرار كبيرة من اللقاحات دي. وفي النهاية أحب أشكركم، ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير، وشكرا لحضراتكم.